نبدأ مع معالي وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير. مهندس أحمد، أعلنت أن الوزارة بصدد تطوير استراتيجية للصناعة الوطنية، نريد أن نتعرف على أبرز ملامح هذه الاستراتيجية. صباح الخير دولة رئيس الوزراء، السادة الوزراء، السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، السادة الخبراء، السادة الحضور، برحب بحضراتكم في اجتماعنا النهاردة والمؤتمر الاقتصادي لمناقشة أبرز التحديات اللي بتواجه الصناعة وخارطة الطريق المفروض إن احنا ننتهجها في الفترة القادمة للنهوض بالصناعة المصرية أو بالقطاع الاقتصادي الهام. قبل ما نبدأ في الملامح للاستراتيجية اللي وجه بيها دولة رئيس الوزراء، لازم نعرف الأول إيه اللي حصل أو إحنا كنا فين. العالم كله مر بمجموعة من الأزمات خلال الفترة السابقة، بدأت أزمة كوفيد-19، كل دولة خدت أسلوب في التعامل مع الأزمة، في ناس أخدت منحة الغلق الكامل، في ناس أخدت غلق جزئي، في ناس اشتغلت على فترات، وده قيد حركة التجارة والصناعة في العالم بشكل كبير إلى أن ظهر الفاكسين وبدأت الدول اللي عندها الفاكسين المتقدمة إنها تطعم الناس أو الشعوب بتاعتها أولاً، وبدأت الحركة ترجع تاني. لما بدأت الحركة ترجع تاني لقينا في عدم انتظام في الحركة التجارية والصناعية، دول لسه فرض الإغلاق ودول عندها طلب على مستلزمات الصناعة. بالعكس ده هم كمان ذهبوا إلى أبعد من ذلك وبدأوا يقولوا إيه هي المشاريع الصناعية أو إيه هي المشاريع الاقتصادية اللي هتكون بعد مرحلة الكوفيد أو بوست كوفيد، وبدأت الناس تحط خطط، ولكن اتفاجئوا بأن الأزمة لم تنتهي فعلياً. إحنا عندنا النهاردة طلعنا من الأزمة بمجموعة من توابع للأزمة الاقتصادية، عندنا اضطرابات في سلاسل الإمداد، عندنا ارتفاع في أسعار المحروقات والطاقة، عندنا تضخم، عندنا أزمة في الشحن، عندنا أزمة في قلة المعروض. بدأ العالم يحاول النهاردة يتعامل مع الأزمات دي، وبدأت التقارير الدولية تطلع تقول إن مصر صنفت من أكثر الدول تضرراً بالأزمات المتلاحقة اللي حصلت. طيب إحنا في مصر عايزين نبدأ نحلل الأزمة علشان نشوف القطاع الصناعي بتاعنا اتأثر إزاي. فلما نبدأ نحلل الأزمة نبدأ نشوف للميزان التجاري بتاعنا، والميزان التجاري إحنا مش بنبص عليه هو صادرات وواردات فقط، ولكن بنبص عليه أيضاً لأهمية أخرى هي الهيكل الميزان التجاري. هيكل الميزان التجاري عندي فيه 56% من وارداتي هي مستلزمات للصناعة. أنا ما تكلمتش لسه على السلع الرأسمالية، ما تكلمتش على قطع الغيار. يبقى أنا النهاردة زي ما ذكر دكتورنا أستاذنا دكتور محمود محي الدين، أنا عندي مشكلة في الواردات ولكن عندي أزمة في الصادرات، ولما الواردات النهاردة بتقل التصدير برضو عندي أو الصادرات بتاعتي بتقل، لأن 56% من هيكل وارداتي هو مستلزمات صناعية. 56% من هيكل الواردات مستلزمات صناعية، ده معناها إن أنا محتاج أعمل إيه؟ أنا محتاج يكون عندي قطاع صناعي قوي يتحمل الصدمات. هل ده هيتحقق وأنا عندي 56% من وارداتي أو من وارداتي هي مستلزمات صناعية؟ يعني أعتقد إن يبقى فيها علامة شك. ليه؟ لأن أنا مرتبط تماماً بما أستورده من الخارج. طيب
نبدأ نعمل إيه أو ده يدينا نتيجة هي إيه؟ النتيجة النهاردة إن أنا لازم أشتغل على الهيكل ده. أشتغل على الهيكل ده يبقى لازم أعمق صناعتي علشان يكون عندي قطاع صناعي مرن وفي نفس الوقت صلب قادر على مواجهة التحديات. فالاستراتيجية المقترحة من وزارة التجارة والصناعة ويمكن هيشاركنا فيها، يعني احنا بدأناها مع مجتمع الأعمال وبدأناها مع بعض الأحزاب حتى في بداية مناقشات احنا هنمشي على أي طريق، وده اللي يمكن هنكمله ونوجه بيه دولة رئيس الوزراء خلال الفترة القادمة، إنها تخرج خلال 3 شهور بمساعدة الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، ولكن من أهمها بيكون دايماً في 3 محاور أو 3 مسارات لازم نشتغل عليهم ونبدأ بيهم، وفي حاجات إحنا بدأنا فعلاً فيهم. المسار الأول هو رفع معدلات الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المحلي، وده كان الناتج النهاردة من المقدمة اللي أنا بدأت بيها. والمقدمة اللي أنا بدأت بيها إحنا بنقول النهاردة إن الأزمة الاقتصادية رايحة لفين محدش يقدر يحكم، هتطول قد إيه؟ الأزمة الاقتصادية العالمية رايحة لفين محدش يقدر يحكم، هتعمل إيه؟ برضو محدش فينا يقدر يحكم، هتنتهي إمتى؟ برضو محدش يقدر يحكم. ولكن إحنا أخدنا أهم الملامح اللي حصلت في الفترة اللي فاتت اللي إحنا محتاجين إن إحنا نشتغل عليها في الفترة القادمة. بالمسار الأول رفع معدلات الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المحلي، وده ممكن يتحقق أو يعني جزء منه كبير يتحقق عن استهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتنويع هيكل الإنتاج الصناعي وتعميق التصنيع المحلي. وأصبح النهاردة التعميق يعني لا مفر منه، لو أنا بدور على قطاع صناعي تزيد نسبته عن 16% من الناتج القومي زي ما حضراتكم ذكرتوا، أو النهاردة يكون قوي ومرن ويقدر يتحمل الصدمات. النقطة الثانية هي تبسيط الإجراءات وتهيئة مناخ الأعمال وتحرير القطاع الصناعي من بعض القيود. في مجموعة من الصناعات قامت الوزارة أو مجموعة من القطاعات الصناعية قامت الوزارة بعمل دراسات عليها، إن هي الصناعات إن أنا ما أقدرش أستغنى عنها، إن أنا محتاج أشتغل عليها، ليها الأولوية، بتحقق لي الأمن الغذائي، بتحقق لي الاستقرار، منها الصناعات الهندسية، وبتحقق لي برضو إن ليها فرصة كبيرة تصديرية، الصناعات الهندسية، الصناعات الكيماوية، مواد البناء، الصناعات النسيجية، الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، والأخشاب، والأثاث. وال7 قطاعات دول عمل عليهم دراسات خلال الفترة السابقة في الوزارة، وإن الوزارة شايفة إنها يعني ليها الأولوية في إن إحنا نشتغل عليها في الأول. لو جينا بصينا على البيئة التشريعية، هل هي محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية؟ وهل إحنا محتاجين النهاردة أو في الفترة دي تشريعات أخرى؟ طبعاً إحنا دايماً بنقول إن التشريعات يعني هي مش كيان جامد، ولكن هو كيان قابل للتعديل. بس في الفترة اللي إحنا فيها دي أنا أعتقد إن ثبات التشريعات اللي موجودة أو الحالية إن إحنا لسه ما شفناش منها النهاردة الأثر الكامل أو ما قسناش الأثر الكامل بالشكل اللي نقدر النهاردة أقول أنا محتاج إن أنا محتاج أعدل فيها أو إن أنا أستقر عليها لفترة إلى أن يظهر العكس. يمكن في قانون الاستثمار قانون 72 سنة 2017 ده صدر وكان في تعديلات خلال الفترة السابقة الأسبوعين الماضيين بإعطاء حوافز جديدة للمستثمرين، قانون تيسير التراخيص الصناعية، ويمكن ده صدر برقم 15 لسنة 2017 واتحرك في الأول بشكل إيجابي وبعدين بعدها بدأ يفقد أهدافه ورجع تاني دلوقتي في خلال السنتين اللي فاتوا إن احنا نرجعه تاني للهدف اللي اتعمل منه. قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية وده برضو مرتبط لأن كانت معظم شكاوى السادة المستثمرين بتيجي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهو مرتبط بقانون تيسير الإجراءات. وقانون الإفلاس
والصلح الواقي وتعديلاته. طيب عملنا ايه تاني او ايه هي الاجراءات اللي خدتها الحكومه خلال الفتره الماضيه؟ توحيد اجراءات تخصيص الاراضي الصناعيه، وده قرار دوله رئيس مجلس الوزراء رقم 2100 ان جميع جهات الولايه تكون موجوده في لجنه واحده. مش معقول النهارده المستثمر يروح لاكثر من ولايه علشان يحصل على اراضي صناعيه. النقطه الثانيه تسعير الاراضي الصناعيه وطريقه الحصول عليها، يا اما بالتملك او بحق الانتفاع. صدر بها ايضا قرار من دوله رئيس الوزراء اتسعرت جميع الاراضي المتاحه في جمهوريه مصر العربيه، واسلوب التصرف عليها سواء كان عن طريق البيع او عن طريق التملك او التملك اللي هينتهي بالبيع بعدها. رخص التشغيل زي ما ذكرت قبل كده، يمكن القانون صدر في 2017 وبدأ ان هو يشتغل، ولكن بعض الإجراءات الإدارية يمكن خلته يحيد شوية عن مساره، ودلوقتي رجعنا تاني او كان فيه اهتمام جدا ان احنا نرجع تاني للهدف اللي طلع منه القانون. 20 يوم خلال 20 يوم رخصة اللي هي بنظام المسبق، ان هو محتاج ان قسمنا الأنشطة الصناعية لقسمين، 15% منها بتحتاج ترخيص مسبق و85% منها بتكون بنظام الإخطار. الرخصة اللي بتطلع بالإخطار 7 أيام عمل، الرخصة اللي بتطلع بالنظام أو اللي بتحتاج موافقات أكتر سواء كانت موافقات من جهات أخرى لاشتراطات إنها ممكن تكون بتلوث البيئة أو ذات خطورة عالية، خلال 20 يوم عمل. وأنشأنا في الوزارة وحدة لمتابعة التراخيص والمستثمرين ومشاكل المستثمرين، وبيتصلوا بكل واحد موجود على الداتابيز. يمكن تلقيت شكر من بعض زملائي، أنت النهاردة الناس كلمونا وبيتابعوا معانا. والنقطة اللي بعدها هي أو يعني الحوافز اللي بعدها اللي كانت موجودة برضو إعفاء 19 قطاع صناعي من الضريبة العقارية اعتباراً من الأول من يناير 22 لمدة 3 سنوات. والحقيقة هنا أن المالية هي اللي بتدفع الضريبة نيابة عن المستثمر. الوزارة قامت بعمل عدد من المجمعات الصناعية، 17 مجمع صناعي، 5046 وحدة في 15 محافظة، وسهلنا وبسطنا الإجراءات للحصول على هذه المجمعات. ويمكن كان توجيه دولة رئيس الوزراء أن إحنا كمان النهاردة أنا أوصل له المرافق والغاز وأديها له كمان، أو أقسط له التكلفة بتاعة توصيل المرافق وأقسطها له علشان يشتغل أول ما يبدأ الحاجة إن هو يشتغل، وبوصله كمان بأساليب التمويل اللي تقدر تتيح له إن هو يمول النشاط بتاعه. معظم يعني 90% من المجمعات دي بتكون ملاصقة لمناطق صناعية. المسار الثاني اللي بنبدأ نتكلم فيه برنامج رد الأعباء التصديرية أو تنمية الصادرات، أنا آسف، وهو ليه كان معمول له برنامج لرد الأعباء التصديرية. وأعتقد أن البرنامج يمكن هو اشتغل فترة طويلة، في وقت من الأوقات كان في متأخرات، رجع يشتغل تاني. والبرنامج ده احنا شايفين أنه هو لازم يكون يعني مش ثابت، يكون متحرك وفقاً والظروف أو وفقاً والمتطلبات أو وفقاً والرؤية اللي احنا محتاجين النهاردة إن احنا نشتغل عليها وحنتكلم فيها. جزء من البرنامج كان مساعدة الشحن للأسواق المستهدفة، تنسيق مع الوزارات الأخرى وخصوصاً التخطيط. ويمكن احنا النهاردة كنا في اجتماع الأسبوع الماضي بنتناقش احنا هنزود صادراتنا لبعض الأسواق إزاي، ومع النقل وبخاصة أفريقيا، حوكمة الإجراءات
علشان ما تاخدش وقت طويل، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة اللي وقعتها مصر مع العديد من الدول اللي بتسمح بنفاذ المنتجات الخاصة أو المنتجات المصرية لتلك الأسواق بميزة تنافسية، وتفعيل دور جهاز التمثيل التجاري أكتر لتوفير الدراسات التسويقية للأسواق المستهدفة، ودعم أكبر والتوسع في خطة المعارض الدولية. يمكن ده هيكل الصادرات في 2020، هنلاقي أن أكبر القطاعات كانت الكيماويات والأسمدة، يمكن 24%، الصناعات الغذائية 14%، مواد البناء 22%. ولكن الأهم من هيكل الصادرات أن أنا تركيز الصادرات عندي متركز في عدد من الشركات، يعني نسبة كبيرة منه أقل من 10% من الشركات اللي بتصدر. يعني الرقم اللي أنا بصدر بيه هو منتج أو طالع من 10% من عدد الشركات، فأنا محتاج أشتغل أكتر على 90% اللي باقية اللي هو بيصدر بأرقام أقل بكتير، لأن تقويته هي اللي هتقدر النهاردة أنها تزود لي الصادرات بشكل حقيقي. زي ما ذكرت لحضراتكم، يمكن الهدف، وإحنا هنعمل اجتماع الأسبوع القادم مع السيد وزير المالية والسادة أعضاء صندوق الصادرات عن مقترح من وزارة التجارة والصناعة، لأن أنا محتاج أن البرنامج يكون ديناميكي بطريقة أكتر، نسبة إضافية لبعض الأسواق مساندة، نسبة إضافية لبعض المدن الصناعية اللي أنا محتاج أن أنا أنميها، اللي هيتصدر منها ده محتاج النهاردة أن هو يشتغل، خصوصاً الصعيد والروبيكي والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث، ومساندة للعلامات التجارية. أنا محتاج أن أنا أخرج بالعلامات التجارية بتاعتي للعالم، وبرنامج جديد أو متحفز للصفقات المتكافئة. المسار الأخير اللي هتكلم فيه هو الحوكمة والتطوير المؤسسي. مش معقول النهاردة في 22 احنا شغالين مع التخطيط، وأتوقع أن احنا هنوقع البروتوكول ده ومع إي فاينانس، أن أنا كل شوية بروح وبقدم مستنداتي وبمشي في الإجراءات هي وبكررها تاني. جرت مجموعة من المحاولات قبل كده أن احنا نشتغل عليها أو نتحول التحول الرقمي بطريقة، ولكن المحاولات دي احنا شايفين دلوقتي ان ممكن الصورة تكون افضل، ان بيكون داتا في داتا بيز موجود عليها قاعدة بيانات لكافة المصانع، واقدر النهاردة احصل بيها على جميع الخدمات اللي بتقدمها سواء كانت الوزارة او الوزارات الاخرى، وكمان اقدر احصل بيها او النهاردة تكون متاحة للتمويل او للدراسات اللي بتقدمها الجهات المختلفة في هذا المجال. دي رؤية مبسطة للممكن ان هو يطلع خلال الفترة اللي جاية من اثناء المناقشات مع الجهات المختلفة من المجتمع المدني، وبشكر حضراتكم.